ضمن النتائج اللي كانت في الاول خالص، يعني شارع من شوارع القاهره، كان وقت يعني وقت الصبح، وكان برضو فيه تفاصيل بدل تفاصيل اكتر بكتير من اللي فات. بالظبط. فكان هو كان عامل تفاصيل للاماكن، للمحلات، للتغطيه بتاعتها، حتى البلكونات، بدل ان هو يحط تفاصيل قريبه جدا من الواقع الموجود. وعشان بقول له مثلا يحط فيه مسجد او كده، فبيبدا ان هو يحط اخر الشارع صوره المسجد، قبه، ممكن ما يكونش هو اللي في القاهره بالظبط، بس الكومبوزيشن نفسه بيدي لك هي نفس الفكره. بالظبط نفس شوارع القاهره. هنا برضو استخدام الباترن الاسلامي بس بشكل في مكان يعني يعتبر واسع، اللي هو بيبقى هايبر سبيسز. ازاي ان احنا ممكن نكون بيه لاتس معينه، نعمل بيه تغطيات، يبقى ميكس العمود مع الارك بصوره جديده، ويكون في التغطيه اللي هي معموله زي مستوحاه من المشربيات. دي بقت موجوده كتير حاليا دلوقتي، بس ان احنا كمان ندخلها في التغطيات المبنى بشكل كبير او في الانتيرير، دي برده بتبقى من الفرص الكويسه اللي ممكن نستخدمها في المباني في البلاد العربيه، او لو كان مبنى برده ليه طابع اسلامي. يعني دي كانت من سلسلة الفيلات اللي هي معمولة من اللؤلؤ، بس هنا يعني هو بياخد من شكله، لأن هو كمان ممكن ياخد من لون اللؤلؤ، يعني ممكن هو اداله تغطية اللي هو اللون الأبيض اللؤلؤي ده شوية، لكن ما حطش نفس يعني ما حطش البيرل نفسها، هي دي اللي كانت تغطية. وفي نفس الوقت بدأ يديني إحساس إن هو لكتشرس، الإضاءة بقت انعكاسها عالي، الضوء الصغير اللي موجود داخل الفيلا وخارجها. فهو ممكن يترجم الكلمة الواحدة بأكتر من طريقة وبأكتر من شكل، حسب طبعا من الصورة اللي هو بيجيب منها، وتكون الصورة دي موصوفة بإيه. دي كانت تجربة اللي هي الريفرس برومبتنج، ان انا برجع تاني اخد من الصورة اقول له اوصفها. ففي الاول انا عملت له صورة وقلت له اوصفها، وبعدين وصفها، اخدت الوصف ده وقلت له طب طلع من الوصف ده صور تانية. طبعا دي كانت من النتائج اللي هي الصور التانية المختلفة عن الاصلية خالص اللي انا كنت مطلعها. فبرضو ده يبين ان هو ممكن الصورة تترجم بكلام، بس الكلام ده لو انا عيدته تاني ما يطلعليش نفس الصورة. اول صورة اديتها له كانت صورة حقيقية ولا صورة ذكاء اصطناعي هو اللي عملها؟ برضه هو اللي عملها. تمام. فعملت يعني اخدتها من عنده، ودي كانت برضه النتيجة للاوتبوت اللي كان موجود. بس برضو يعني برضو كان مديها سنس سينيماتيك شوية، مظبط الشمس والإضاءة والحاجات دي كلها وانعكاسها على الأرض وعلى الباب كمان. فدي من ضمن الحاجات برضو الإمكانيات الموجودة. هنا دي واجهة برضو لمبنى إسلامي بطابع إسلامي، بس هو يعني كان الجزء اللي هو اسمه تايل، اللي هو بيكرر زي باترن معينة، وكان موجود واخد فيها جزء من واجهة اللي هي أركيد بشبابيك بالأعمدة الموجودة دي، الأعمدة البسيطة، وكلها كانت تكسية خشب وكلها مستوحاة من المشروبات. بس دي كان برضو في البدايات، فهتلاقي الخطوط مش واضحة، مش باينة قوي، هي مجرد يعني خطوط متشابكة مع بعضها. دي كانت رسالة الدكتورة بتاعتك اللي هي البراماتيك، هي شبهها جدا. أي لأنها كان فعلا أنا كنت كاتبة العصر المملوكي فعلا فيها، فدي كانت من ضمن طبع العصر المملوكي. دي دراسة لاستخدام الأرشات المختلفة، سواء الأرشات اللي معروفة عندنا في سواء الإسلامي أو من عصور تانية منتشرة في أوروبا أو كده، مع الدراسة للألوان في الكوريدور. تمام. انتيريور سبيس، زي ما دي ليها علاقة برضو بالانتيريور اللي هناك، اللي هي الأرشز المختلفة اللي هي كانت بالأحمر هناك. نحاول نستخدم الباتن كستراكشر، يعني مش بس تكون كزخرفه، لا، ان احنا نعمل بيها فريمينج، وبس تكون معتمده على النسب العماره الاسلاميه اللي هي الباتن الاسلامي. فبدا ان هو يعملها ميكس مع الارش كمان، يعني هو الفورم نفسه يعتبر من الفورمز البسيطه اللي هي المينيماليزم، وفي نفس الوقت بدا ان هو يركب عليها اللي هي الباتن الاسلامي اللي موجود. طبعا الاضاءه برضه يعني انعكاساتها كانت جميله جدا. هنا كان تصور زي حسن ما حط العمارة في الشنطة، احنا قلنا نحط المسجد في البرطمان بالظبط. ايوه، ممكن لو في مساجد او كده معمولة بشكل كويس، يتعمل بشكل يعني صغير بحيث يبقى تذكار. بالظبط، يبقى تذكار مثلا لو ينفع يكون لبلد معينة او كده، بس داخل المايه برضو الميكس ده كله مش موجود في الحقيقه. بدأ هو حط مبنى موجود داخل مايه وبرطمان، برضو انعكاسه مع الايد كانت
كويسه جدا. وبذكر الايد يعني الايادي في الذكاء الاصطناعي مش حتى الان لسه مش بالظبط كده مشكله فيها. وجود نتيجه زي كده كانت يعني ايه الى حد كبير كانت متظبطه يعني. او حتى باين تفاصيل التفاصيل في الصوابع يعني. ده كان عمل المفروض ان هو يعني تصور لعمل فني يتحط في كالتشرال سبيس. ده متاخد من الخلايا العصبيه اللي موجوده في المخ. تمام. بس فده ما كانش ليه اي علاقه بعماره. ده كان مجرد لو جاز التعبير ان هو يبقى اندستريال ديزاين او كده. تمام. ما شاء الله. هنا نفس الحكاية. ده كان برضو زي انت ما قلت باشمهندس عمر، انا بحب الاماكن اللي بيبقى فيها تلج. تمام. وطبعا من السهل جدا انك انت تعمل سواء بالذكاء الاصطناعي، طبعا اسهل من احنا نعمل عملية الموديلينج او كده، انك انت تتحكم في الاضاءة بشكل اسرع، ان احنا نخلي الاضاءة هنا ورم الاكزيبيشن اللي معمول هنا الإضاءة بتاعته ان هو يبقى بورس شوية كماتيريال. فدوت كانت الرؤية ان هو الشفافية ما بين اللي بره واللي جوه، بحيث ان هو مثلا يدخل انارة طبيعية بالظبط، يعني في فكرة الاستدامة. صحيح صحيح. هنا دوت ده شعر الاهلي. صح. صحيح. فهنا طبعا انا المبنى انا حاولت ان هو والصوره دي بالذات يعني اصريت ان هي تبقى موجوده علشان هو ده الاساس. طبعا لو هنعمل نبدا نعمل في التصميم بتاع المبنى الجزء ده مش هيبقى موجود كله. ولكن هنا ده كعرض فهو مفيد ان ان ان, إن يبين ان زي في جناح طائر حاجه زي كده. المبنى بالظبط مستوحى من اجنحه الطائر، ودي المدرسه اللي هي ممكن يكون ليها علاقه ما بين البروتاليزم واللي ماشي بيها سانتياغو كالاترافا. تمام. فسانتياغو كالاترافا دايما بيحب ياخد من الطيور من الطبيعه واشكال انشائيه صريحه، بيكون العنصر الانشائي عنده صريح. فقلت ليه لا ان احنا نحاول نعمل ميكسينج لحاجه زي كده لمبنى على سكيل صغير. ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الله خير. طيب صوركم. طيب بس صوروا كده. طيب دوت كان دي اللوحه اللي هي اللي اتحطت في البوستر بتاع المعرض. ده كان تخيل برضو للكونتينيوتي بتاعه المبنى اللي عندي من اول السلالم لحد التغطيه، ان هو كل دوت في كونتينيوتي في الهيكل عندي بالاضافه للشفافيه. وشايف كل الناس وكل الفور جراوند ان هي سلويت. فدوت كانت الرؤيه في المبنى دوت. دي برضو كانت تغطية في كورت ما بين مباني ممكن يتعمل فيها ميني بار او اللي هو لو كوفي صغير كده او قاعدة على الاقل. كان المستخدم فيها اللي هو الماتيريال بتاع التنسايل بس بشكل يكون غير المعتاد. طبعا تاني او اخيرا يعني لو هنيجي ساعه تنفيذ التمثال مش هيبقى بالوضع دوت خالص، ولكن ان هو يبقى واخدين نفس الـ الروح بتاعه الفكره التصميميه ونبدا نبني عليه التصميم. بس كده ما شاء الله. تمام.